ما حكم من فعل المعصية ثم تاب وندم وبعد فترة من الزمن عاد وفعل هذه المعصية، هل هذا يدل على عدم قبول التوبة؟ ما يدل على قبول التوبة، لكن يدل على أنه ما زال الشيطان يزين له نفسه الأمارة بالسوء، فعليه يكرر التوبة، كلما أذنب يتوب إلى الله ويستعين بالله عز وجل ويبتعد عن أسباب المعصية، الأسباب التي توقعه في المعصية يبتعد عنها. نعم.